السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي منوريني في مطبخ جيجي النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم خلية النحل هعملها طبعا محشية بالجبنة بالشوكولاتة زي ما انت عايزة أنا هعمل بالاتنين يا رب الوصفة دي تعجبكم ويا ريت ما يا جماعة في اللايك أول حاجة هنبدأ نقول المقادير بتاعتنا هنقول معانا أربع كوبايات دقيق آه ومعانا كوبايه ونص ميه دافيه ومعانا ثلاث معالق آه كبار لبن بودر ومعانا آه معلقتين سكر وكمان آه ربع معلقه ملح ونص معلقه بيكنج بودر ونص كوبايه زيت وباكيت خميره فوريه آه هنبدا نشتغل على طول ونعمل العجينه بتاعتنا بس اول حاجه هنشوف هنعمل ايه اول حاجة معانا هنجيب معانا المية الدافية بتاعتنا عشان نختبر الخميرة وهنحط فيها باكة الخميرة وهنحط فيها معلقتين السكر طبعا وهندوبهم مع بعض كويس جدا وهنسيبها معانا الخميرة تخمر وبعدين هنشوف هنعمل ايه وخلاص سيبنا الخميرة بتاعتنا آه على جنب كده في مكان دافي وغطيناها علشان آه تخمر معانا هنبدأ بقى نجيب المكونات الجافة بتاعتنا معانا الدقيق هنجيب معاه الدقيق اللبن البودر وهنحط عليه البيكنج بودر والملح وهنقلبهم مع بعض ودلوقتي قلبنا المقادير الجافه كلها مع بعض وهنجيب بقى معانا الخميره بتاعتنا شفتوا عملت ازاي الطبقه اللي فوق دي عملت بابلز كده خلاص يبقى هي كويسه معانا هنبدا بقى ان احنا نعمل العجينه بتاعتنا نعجن بايدينا بقى هنحط معانا الزيت بتاعنا نص كوباية الزيت ونكمل بقية العجينة بتاعتنا خلاص العجينة بتاعتنا ما شاء الله بقت ناعمة وجميلة قوي زي ما انتم شايفين كده هنبدأ بقى ان احنا نغطيها ونسيبها معانا تخمر ونسيبها في مكان دافي وبعد ما هتخمر هنشوف هنعمل فيها ايه وخلاص العجينة بتاعتنا بتاع خلية النحل خمرت ما شاء الله ارتفعت خالص اهي هنشيل من عليها بقى الغطا وهنبدأ ان احنا نلمها معانا وهنبدأ نكورها بقى كور صغيرة عايزة تكبريها عن كده ممكن بس انا بحاول ان انا يعني اخليها مش كبيره ولا صغيره وطبعا انا معايا الجبنه معانا جبنه قديمه على جبنه جبنه خفيفه الملح ومعانا هنا جبنه موزاريلا على جبنه رومي زي ما انتم شايفين كده ومعانا كمان صوص شوكولاته اللي انا عملته معاكم آه ودلوقتي هنبدا ان احنا نكورها كده وبعد كده هنحشيها الجبن والشوكولاته زي ما انت حابه عايزه تحشيها كلها شوكولاته تمام عايزه تحشيها كلها جبن تمام حسب ايه اه احتياجك حسب ما انت بتحبي يعني هنبدا ان احنا نكورها كده تمام وما نخلص خلص كل الكمية دي وارجع لكم تاني دي بقى كورنا الكمية كلها معنا دي الكمية اللي احنا عملناها هنبدأ بقى ان احنا نحشيها واحدة واحدة ومعنا الصينية بتاعتنا آه، نحشيها بقى الجبن بتاعتنا نفرغها بس الاول كده نحشيها جبنه وجريل على رومي على جبنه من الثانيه دي وهنبدا بقى ان احنا نلمها تمام كده نعمل واحدة كمان معاكو. زي ما قلنا الجبنة دي يا جماعة جبنة كريمي على جبنة من قديمة حابة تعمليها جبنة كريمي بس براحتك نحط معاها كمان جبنة موتزاريلا على رومي نقفلها كويس نقفلها كويس عشان الجبنة ما تخرجش منها وتسيح الفرن ويبقى شكلها مش كويس ونسيب فراغات بين كل واحدة واحدة لان احنا هنسيبها كمان مرحلة تانية تخمر فيها هخلص باقي الكمية كلها وهرجع لكم تاني وخلاص كده خلصنا خلية النحل بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده احنا عاملين فراغات بين كل واحدة واحدة لان هي لسه كمان هنسيبها كمان مرحلة تخمر معانا واول ما تخمر والحجم يزيد ويضعف هنبدأ بقى ان احنا نحطها في الفرن وقبل ما ندخلها نشوف هنعمل فيها ايه خليكم معايا لاخر الفيديو خلاص كده خليط النحل بتاعتنا خمرت معانا والحجم بتاع الكرة بتاعتنا زاد والضعف هنبدأ بقى نحطها في الفرن على درجة حرارة مية لحد ما لونها يحمر ويبقى لونها كويس بس قبل ما ندخلها لازم هندهن وشها الاول خليكم معايا وجبنا معانا بيضة صفار بيضة ومعلقتين لبن ونحط معلقة خل صغيرة علشان ريحة البيض معانا. وهنبدأ ان احنا نقلبهم. وهنبدأ نقلبهم كده مع بعض. كويس? علشان ندهن وش خليط النحل بتاعتنا. بالراحة خالص علشان الخميرة بتاعتنا تضيعش على فكرة انا عملت الاتنين دول بالشوكولاتة اما يخرجوا من الفرن هوريكم شكلهم من جوه الشوكولاتة فيهم عاملة ازاي وده بقى شكلها نبدأ ندخلها الفرن وطبعا نكون احنا مسخنينه قبل كده على درجة حرارة مية وتمانين هتقعد تقريبا يعني نص ساعة ونبص عليها يعني اول ما نلاقي لونها اتغير ونلاقيها زادت كمان عن حجمها يبقى كده هي خلاص استوت ونخرجها ونوريها لكم بعد كده شكلها عامل ازاي واستنوا معايا ودلوقتي خلاص دي خليط النحل بتاعتنا خرجناها من الفرن قعدت تقريبا اقل من نص ساعه ما شاء الله شفتوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله وهشه جدا بس انا الاول لازم ارشها ميه علشان تبقى الوش معانا طري وما يطلعش من مننا هنرشها ميه عندك بخاخه ممكن ترشيها ماشي وهنغطيها وبعدين لكم شكلها من جوه الجبنه شكلها عامل ازاي جواها والشوكولاته بتاعتنا بس للاسف الشوكولاته لما دخلت الفرن ساحت شفتوها عملت ازاي وخرجت من ال... بس طبعا هيبقى طعمها جميل وطلعنا اتنين من الصينيه علشان لكم من جوه شكلها عامل ازاي الاول هنعمل هن... بتاعه الجبنه شفتوا الجبنه جواها شفتوا هشة ازاي وما شاء الله فانشه خالص وريحتها جميله جدا نشوف بقى بتاعه الشوكولاته الشوكولاته ساحت جواها ساحت جواها وخرجت بره بس شكلها تحفه برضو ما شاء الله يا رب بقى الوصفه بقى تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه ويا رب بقى لو عجبتكم بقى شير ولايك وسبسكرايب ويا ريت تفعلوا الجرس بقى عشان يوصل لكم كل فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته